كل سجن يقول تعسين نفسه منه زيارة عليك أنا شوف شفت زيارة قال في ربنا ليه علاقة بالصبر دي أي غلط في جزء من الإصابة حتى في جزء قطاع من التعزيل اللي حصل بعدها هو السجن نفسه دخل في حاجات لازم فيها عمل سليم وفيها عمل مستديم كشف عليك الطبيب الشرعي طب مش انا كشف عليا مش انا فاكر ده خالص ولكن المشكله ان انا كل شويه بحاول اصلا انا هاخد بكلامك ولا اخد كلام الطبيب مش انا هقول لك انا خلاص مش عايز طب الشرع بس عايز اخد من طبيب السجن ده خلاص في مشكله طبيب السجن مش عارف اخده حصل تهدد في كل الفقرات بسبب من بعد طب الشرع اللي هو شهر ثلاثه عدى خمس شهور الفقرات كلها نزلت كلها استقاله الفقرات كلها حصل فيها تهدد ما بقتش اقدر اقعد 30 ثانيه بالظبط انت طالب ايه دلوقتي بس انا طالبي ان انا اخرج من السكنه اللي هي اوضه ما فيهاش هواء ما فيهاش نفس ما فيهاش كهرباء ما فيهاش ميه ولا اقابل الحي اقابل اهلي اتعالج ان شاء الله حتى في مستشفى السجن مش عايز اروح لمستشفى المنيل لو هو لازم اقعد في الشرع عشان مش عايز اروح مستشفى المنيل الحاجه الثانيه مش عايز السلطات تاني يقربوا لي من الاذى السلطات والمؤمنين بيقربوا لي من الاذى انا كل اللي انا طالبه يسيبوني ابقى مسجون طبيعي طيب طيب مستاجر على حد المحكمه الموقره والاهل الموقره في امر محدد ان المتهم قد اقر بما اقر به صدقا او كذبا ده ليس لي شكل البيت ولكن اطلب من المحكمه ان تتعرض لهذا الامر ولكن انا اطلب اسلامه في معدل الجلسه ثم هي حالته الى النيابه المختصه للتحقيق دي وقع قد يحتمل الصدق وقد يحتمل الكذب. التحرير مش قدامي عشان اقول اسلامه. عرض كافة الأحراز والمضبوطات المنسوبة للمتهمين مع قراءة بصمة الخاتم على كل حرز قبل فضه حاضر معا يا فندم الخامس خامس ايوه يا فندم الخامس والعاشر والثاني عشر والثاني عشر خامس عشان ما نجهدش الهيئه المحترمه عليكم الثاني عشر ايوه معالي الوزير طيب انت تطلب الاحراز من التعليم كلهم ازاي؟ لا مش لا ده انا حاضر مع التعليم بس على انت حاضر عنه بس اه بس يا فندم لا اللي انا حاضر معاك هو لو اتكلمنا في خليه معاليك وهنستدرج للحوار فيها والاتفاق هو المفروض ومعاليكم ادرى منا ان احنا نعرض كل الاحراز ولكن انا لقيت ان في استاذ سبقني فطلب للمتهم التاسع عشر ومعاليكم ارجأته فانا مش عايز اجهد المحكمه في كافه الاحراز يتحدث عنهم الكل دفاع على حده انا اتحدث عن موكلي الثلاثه الخامس والعاشر والثاني عشر الاحراز بتاعتهم وبستسمح الهيئه قبل ما نفض نقرا الخاتم بس بصمه الخاتم بتاعه كل حرز على حد ان شاء الله الطلب الثاني معالي الرئيس ده اللي بيحضر دلوقتي عشان ما نجدش لا الموقره احنا برضو بنضم للاساتذه في استدعاء كافه شهود الاثبات لمناقشتهم فيما ورد.